أولاً أتذهب لسكم جدال جامعة الحسين التقنية الحضورين أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ جمال والست ديما في هذا اللقاء الأدبي الخاص اللي نظمه أسرة الصالون الثقافي. مبادرة من وزارة التربية والتعليم، الصالون الثقافي في مدينة طول كرم وبرعاية وحرم جامعة الخضوري جامعة فلسطين التقنية. كان لها المبادرة أن تلقي الضوء على قصة سعادة الدكتور طلال أبو غزالي تحت عنوان طلال ابن أديبة، ودراسة الدروس المستفادة الممكن أن نطلع عليها في هذه القصة، وهي التي تحكي قصة سعادة الدكتور طلال أبو غزالي منذ محطات في حياته، منذ طفولته في يافا وفي رحلة اللجوء إلى مخيمات الشتات الفلسطيني، ومن ثم مسيرة النجاح حتى انتهى به المطاف إلى النجاح العالمي الذي حققه اليوم. الهدف من هذا من هذه القصة أن نجعل درس من دروس الإلهام وتعزيز الإرادة للشباب والأطفال الفلسطينيين والوطن العربي، أنه مع المعاناة أو مع الصعوبات التي يواجهها أي إنسان ممكن أن يحقق النجاح على كل المستويات وفي شتى المجالات، وأن يصل إلى العالمية ويحقق ما حققه سعادة الدكتور طلال أبو غزالي عبر رحلته. وهذه ما دائما يصفه بنعمة المعاناة، واستغلال المعاناة لأن تكون نعمة وليس نقمة على الإنسان. وهذه المبادرة هي لإلقاء الضوء وتعزيز هذه الروح لدى الشباب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين. يعني بالواقع نحن اليوم لمناقشة كتاب في منتهى الأهمية، سيرة ذاتية لرجل كبير بالعمر وكبير بالمقدار، إنسان فلسطيني عانى وجاهد لكي يصل إلى هذا المستوى الكبير من العطاء، الأستاذ طلال أبو غزالة. الكتاب يسخر بالقيم والإيجابية، يقدم الكثير من النصائح غير المباشرة للطفل والفتى، يعطيه أهم المفاتيح للنجاح، وأيضا هناك رسائل أيضا لأولياء الأمور، يعني هي مفاتيح تدلهم على طريقة التعامل مع أبنائهم وحثهم على المثابرة وعلى الأمل، لأنه لا يمكن أن يتحقق أي شيء فقط بالحلم، بل الحلم والعمل سوياً يصل الإنسان إلى ما يصبو إليه.